بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان في وفاة البابا السابق أبن ديكتوس السادس عشر وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للبابا الفاتيكان ولاسره وذوي الفقيد ولشعوب العالم الصديقه راجيا جلالته للفقيد الراحل الرحمه والمغفره مشيدا جلالته في البرقيه بجهود واسهامات الفقيد الراحل في نشر وتعزيز ثقافه السلام والمحبه والتعايش السلمي بين شعوب العالم